احسن. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائط صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبتك واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأديال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وتحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أما بعد، جزاكم الله خير. بدأنا في الحكم التي توضح آداب الصحبة، من تصاحب حتى يوصلك إلى الله، وممن تبتعد حيث يحجبك عن الله، لأن الله ما خلقك في هذه الأكوان وفي هذه الدنيا إلا لتصل إليه، لم يخلقك لكي تجمع الدنيا أو تتنافس فيها أو تجمع الكنوز وتنشغل بها عن الله سبحانه وتعالى، بل خلقها لتصل منها إليه، فجعلها موصلة إليه سبحانه وتعالى بقدرته، وفي نفس الوقت جعلها حجاب، فهي حجاب وهي عين الباب، حجاب وباب في آن واحد. فمن أخذها بالله صارت بابا إلى الله موصلة، ومن أخذها بنفسه صارت حجابا تحجبه عن الله سبحانه وتعالى. والكفار أخذوها بأنفسهم فحجبوا بالكلية، وعوام المؤمنين أخذوها بأنفسهم مع إيمانهم بالله على علم اليقين فحجبوا بالجزئية. ممكن كده تاخدها بحضنك زي ما رسول الله خدها كلها بحضنك، يتحملهم جميع، ضعيفهم وقويهم، مريضهم وصحيحهم، جاهلهم وعالمهم، هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رضيت ربنا بقى إيه؟ يصلح لك اللي حواليك، تلاقي اللي بيتكلم يسكت، ولو حتى ما سكتش هو سبحانه من بين فرث ودم يخرج لبنا خالصا سائغا للشرير. في وسط الدوشة دي كلها يطلع أولياء، في وسط فتن الدنيا دي كلها يطلع عارفين بالله، في وسط المصائب دي كلها يبقى فيه أنبياء ورسل، وهكذا. لابد في وسط الظلام النجوم. المهم، فبدأ يتكلم على من يوصلك إلى الله بصحبته، ما هي مزاياه، وعكس هذه المزايا هو من يحببك عن الله. فبدأنا بالأمس وقال الحكمة، أولا طبعا الحكمة السابقة قبل آداب الصحبة، طلب منك رفع الهمة، فلا تطلب الأكوان ولكن اطلب الرحمن، لا تطلب الأكوان بعبادة الله ولكن اطلب الله بعبادة الله، فلا تطلب نفسك لنفسك ولا تطلب تفر من دنيا إلى ملكوت،
أو من ملك إلى ملكوت، كأنك تفر مما هربت منه، فأنت هربت من الأكوان ففررت إليها، ففررت ممن هربت منه، يبقى ما عملتش حاجة. بتجري تجري بتهرب من حاجة، تلاقي نفسك في حضن الحاجة دي. أنا هجيب لكم ناظر مدرسة يخلي الناس تبطل، بس الناس فرحانة بالرز أبو لبن. الناس فرحانة بالرز أبو حاجة كويسة، ما هو الرز أبو لبن حاجة جميلة برضه. طب اقفل لنا هنا كده شوية حد من الرز أبو لبن يخلص. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا بعدما رفع همتك وقال لك عليك ألا تعبد الله إلا لله وبالله ومن أجل الله، فيكون الله هو المقصود. ولذا قالوا قف بباب واحد لا لتفتح لك الأبواب، تفتح لك الأبواب، قف بباب واحد لا لتفتح لك الأبواب، تفتح لك الأبواب. فهمت؟ واخضع لسيد واحد، لا لتخضع لك الرقاب، تخضع لك الرقاب. فهمت؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. فقال لا ترحل من كون إلى كون، معتمدا على أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجره إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها يبقى هاجر من كون إلى كون، أو امرأة ينكحها هاجر من كون إلى كون فهجرته إلى ما هاجر إليه، لكن لازم تكون هجرتك لإيه؟ لله ورسوله لا لهدف. إذا نظرت لحال مثلا الأنصار، الأنصار لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى والثانية على أن ينصروه ويؤوه ويمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم وأنفسهم، فقالوا له ماذا لنا لو فعلنا ووفينا؟ قال الجنة. يبقى نقلهم نقلة كبيرة، ما قالهمش الدنيا، ما قالهمش هتبقوا الوزراء ولا الخلفاء من بعدي، ولا هتبقوا أمراء البيوت، ولا هتبقوا حكام البلدان والأمصار وتفتح الأمصار والبلدان. لم يعدهم بشيء من الدنيا صلى الله عليه وسلم، فرفع همتهم، رفع همتهم عن الدنيا. ولذا يجب عليك أن ترفع همتك عن الدنيا بأسرها، وأنت نفسك من الدنيا، أنت نفسك دنيا. وأشكر لو عبدت الله من أجل رفعة نفسك أو خصوصية نفسك أو اكتساب مهارة معينة أو كرامة معينة، فكأنك تعبد الله من أجل نفسك لا من أجل الله، لتكتسب أشياء. ولكن يجب عليك أن تعبد الله من أجل الله، أن ترحل من الأكوان إلى المكون. فيقول لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير، والذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل عنه. ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون، وأن إلى ربك المنتهى. ثم ساق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لما كانت همتك عالية وأنت راحل إلى الله، فلا بد للراحل من صاحب، لا بد للمسافر من صاحب، فمن تصحب؟ فبدأ في أدب الصحب مباشرة، فقال لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. يبقى هو يحذر ليثبت، يحذر من لا ينهضك حاله، ويثبت أنك تصاحب من ينهضك حاله، ويحذرك من يبعدك مقاله، ليثبت لك صحبة من يذكرك مقاله.
بالله، لا تصحب من لا يمهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. تملي صحبة أهل الدنيا، حتى علماء الظاهر، علماء الظاهر يعني العلماء اللي تعلموا علوم الشريعة ولم يتحققوا بحقيقة الطريقة، تشرع ولم يتحقق، فتجد معظم أحوالهم يهتم بإصلاح الظاهر والباطن فيه من الخراب الكثير. فإذا صاحبتهم صلحت ظاهرك أمامهم، والباطن يظل كما هو مريض، لأن الإنسان بيتعدي من صاحبه على طول. وعشان كده عابوا كل العيب على مصاحبة القراء اللي هم القراء والخطباء، لأن الخطيب مثلا يحب يقف على المنبر يجلجل، يقوم الناس يقول يا سلام ايه الكلام الحلو ده ايه الالفاظ الجميلة دي، ايه الترتيب الجميل في الكلام ده. فالخطيب كل همه ان يعجب من يخطب فيه، والقارئ كل همه ان يحسن قراءته ويعرف الوقفات ازاي ويلعب بنغمات صوته ازاي وما يغلطش خالص، كل همه يعجب الناس يقول الله يا عم الشيخ ايه الحلاوة دي ويبوس ايده، فكل همه يعجب الناس، فطول النهار قاعد يلمع في الكلام اللي هيقوله. بالعربي مستايب نفسه على طبيعته فمتكلف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ما انا من المتكلفين. سيب نفسك يا اخي على سجيتها يا اخي، سيبها كده على سجيتها احلى حاجه. ما تتكلفش وتمثل. هتمثل على مين؟ هتمثل على العباد، يبقى العباد ليهم حجم كبير عندك، تبقى انت مش نافع. فطالما الناس ما لهمش حجم كبير عندك يبقى ما يهمكش الناس بقى، يبقى انت اظهر على حقيقتك، اظهر وبان عليك الامان. فاذا صاحبت العارف بالله تظهر قدامه على حقيقتك عشان يعرف عيبك ويفهمه لك، انما هتقعد تتكلف قدامه. اول ما تشوف العالم من دول تروح متودي واقف قدامه خشع في الصلاه، واول ما يمشي تاكل مال النبي، تبقى راجل او انصار. اظهر على حقيقتك عشان يعرف يعالجك. انت لما بتروح للدكتور بتعالج هدومك كلها، مش بتروح للدكتور لانك مريض. طب ومرض القلب ليه ما بتعالجهوش؟ ومرض القلب اخر، لان مرض البدن هياكله الدود، لكن الروح هتظل بقيه. البدن مهما يحصل فيه حاجه روحك ما بتتاثرش. يعني لما واحد بيحصل له حادثه عربيه وتتقطع له رجل ولا يتقطع له ايد، جسده نقص لكن روحه زي ما هي ما تأثرتش. فالروح لا تتأثر بتغيرات البدن. البدن ده عامل زي بدلة الروح لابساها. انت لو كم بدلتك اتقطع هيحصل لك حاجة ايه يعني؟ ما يتقطع ولا هتتألم حتى، ولا حتى هتقول اي، لان ده كم الجاكيت. ايه كم الجاكيت اصلا؟ فانت لازم تصلح قلبك اللي هو باطنك زي ما بتهتم وتصلح ظاهرك. فشوف انت حالك وانت ايه لما بتمرض في ظاهرك بتعمل ايه؟ بتروح تشلح قدام الدكتور، تقول له كل حاجه قولا وتخليه يحط ايده على كل حاجه وما تتكسفش. صح. كذلك في صحبتك لمن يربيك، عري له كل حاجه ما تتكلفش، علشان يعرف تظهر على حقيقتك. يوم اما تظهر انت على حقيقتك وانت مصاحب من حاله عالي، تبتدي تقارن نفسك باللي حاله عالي، تقوم تتأثر بحاله، فيبقى التأثر قلبي مش ظاهري، التأثر قلبي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي بالنظر، بالنظر كده واللمس. صلى الله عليه وسلم كان يجيله أفجر الفجر يحط ايده على قلبه يشيلها، يبقى والي كبير، يصير عارف بالله في لحظة. كان ينظر للإنسان كده عينه في عينه، يطلع من عينيه كل بحجاب عن الله، وكأنه شحنه بالإيمان والمعرفة صلى الله عليه وسلم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربنا مديله القدرة إنه ينظر إلى حقيقة الإنسان قدامه. كذلك شيخ التربية،
انت يسر لك الشيخ المربي اظهر عليه على حقيقتك لانك انت رايح للدكتور، تقول له مثلا انا يا عم الشيخ بحب الدنيا قوي، ده انا ما بستريحش الا لما اكنز الفلوس كده واحطها باكو فوق الباب، ومش كده وبس، اي حد يغزني اتمنى ان انا ارزعه علقه لحد ما اشوف الدم بيسيل منه، احب الانتقام واحب الانتصار، ومش كده وبس، واحب الناس كلها تبقى مبسوطه مني وتسقفني والظهور. تشرح له حالك زي ما بتروح للدكتور تقول له لما باكل كذا بيجي لي مغص، ولما بمشي شويه مد بيجي لي وجع في العضله الفلانيه، تقول له كده بس. اشمعنى بتروح للدكتور تقول له كده؟ مهتم ببدنك مش مهتم بقلبك؟ تبقى انت مش فاهم. البدن محل نظر العباد والقلب محل نظر الله، فانت مش مهتم بمحل نظر الله لكن مهتم قوي بمحل نظر العباد. يا خبر ابيض، تقدر تمشي ببدله مقطوعه يقولوا عليك ايه، لكن انت ماشي بقلب خربان اسمه، لولا ان الله ستار كان فضحك، لكن هو الستار. فالحق بقى وضب بالقلب الاسود ده، وامراض القلوب دي كتيره، شغلانه كبيره، وتنحصر كلها تقريبا في ثلاث حاجات: حب الجاه وحب المال وحب النساء، كلها بتنحصر في الثلاثة دي، وكلها تتفرع في الثلاثة دي. من الثلاثة دي اللي يحب الجاه يبقى عنده انتقام من المنافسين، فيحب المنافسين يبعدهم عشان الجاه يفرغ له والمنصب يفرغ له، فينتقم بالمنافسين. فتجد كل الملوك وكل الرؤساء على مر العصور لازم يكونوا قتلة، يقتلوا منافسينهم، وإلا لن يخلص له الحكم، مضطر، والمضطر يركب الصعب لأنه بيحب الجاه فلازم يعمل كده. وحتى لو بتحب جاه مش على مستوى الرئاسة، فلو على مستوى عملك تعمل مقالب في زمايلك علشان انت عايز تترقى ورئيسك يحبك اكتر ويقربه اكتر، فتبتدي تتملق الرؤساء، فيجي التملق ده عيب كبير، تملق الايه؟ اهل الجاه. انت ليه بتتملقهم؟ وده مرض التملق، لانك اصلا بتحب الجاه، فتلاقي مرض حب الجاه ده ينبني عليه امراض كثيره: احتقار الفقراء، الانشغال باحوال الاغنياء، الانكباب على ابوابهم ومحاوله التعرف عليهم والتزلف لهم والتقرب اليهم، واحتقار كل ضعيف والبعد عن كل فقير، والترفع عن الامور التي فيها بعه وذله. كل ده مساو انك انت راجل من اهل الجاه. شوف انت بتكلم مين، ابعد. يجي يصلي جنبك ويلمس رجلك، ابعد رجلك المقشفه دي، ما انت بقى رجلك ناعمه، ويمكن المقشف ده هو الولد وانت مش واخد بالك، وانت ولا حاجه جنبه، صحيح انت لابس البدله المتر فيها بالشيء الفلاني وهو غلبان يا دوب ساتر عورته، لكن يمكن هو عند الله افضل منك. وبعدين حب المال ينبني عليه امراض كثيره، منها البخل. البخل ده مرض شديد منشاه حب المال، ومنها الجشع انه عايز يكسب بسرعه، عايز اللي عمله غيره في 20 سنه عايز يعمله هو في سنه واحده، يقوم اذا كان تاجر يبتدي يغش في التجاره، ليه؟ عايز المكسب السريع، يقوم يجيب البضاعه المضروبه ويبيعها بسعر البضاعه الصحيحه ويغير ايه التيكت اللي عليه. كل ده منشا حب المال. حب النساء يضيعوه، كل يوم في كباريه شكل، وكل يوم مع رقاصه شكل، وكانوا زمان بيولعوا الشمعدان بتاع الرقاصه بالورقه ب 100 جنيه، ايام ما كانت ال 100 جنيه دي تجيب فدان ارض. حاجه غريبه، والناس مش لاقيه تاكل، ويضيعوهم، وكله دخل القبور في الاخر وراحوا الدهن. فانت سمعنا الحاجات دي لما بتبقى جواك ما بتحاولش تعالجها، سايب نفسك مستاق ليها ليه؟ فادام انت بقى عايز تعالجها يبقى لا تصحب في معالجتها الا من لا يمهدك حاله، انما تصاحب شله الانس. طب ما هي شله الانس فيها نفس المرض، والمرض معد، ده انت عايز عزل يا عم. انت لما بتروح تعمل عمليه جراحيه بيحطوك في اوضه لوحدك مخافه ان يبقى في عيان ثاني جرح ملوث، فيقوموا يعزلوا ده ويعزلوا ده عشان النظيف يفضل نظيف والملوث يفضل ملوث لحد ما يبقى يخف، فهمت؟
كذلك ملوث القلب لما تيجي تقعد معاه تتعب، وانت اصلا مشكلتك يا هتعديه يا هتتعدي منه، ففي الحالتين انت يا اما هتضر يا هتنضر. فانت في الحالة دي وانت راجل مريض كده غلبان كده لا تصاحب الا سليم القلب. طب ما لقيتش انا الراجل سليم القلب ده، يبقى عليك ان تكثر بذكر الله وتترك الدنيا. مش تترك الدنيا يعني تترفد من شغلك، لا، ولا تقفل مكتبك ولا تخرب ورشتك، مش المعنى. تترك الدنيا يعني تنهمك فيها بيدك وتخرجها من قلبك. ازاي تخرجها من قلبك؟ تقعد تفكر كده ان لو حيزت لك الدنيا هتوصل لايه يعني؟ هتبقى اغنى من اللي فاته واللي فاته مات. وتقعد تتفكر كده في احوال الناس اللي سابوا ثروات لاولادهم، عملوا ايه؟ انا شخصيا اعرف كل الناس اللي سابوا ثروات في اولادهم حولي من زملائي ومن اقاربي، ولادهم مختلفين في المحاكم، مختلفين على الارث في المحاكم وما يزوروش بعض. وكل اللي عرفهم فقراء وماتوا ما سابوش حاجة، ولادهم يحبوا بعض لحد الوقت ويزوروا بعض وعايشين مع بعض. ادي المال اهو. فلما تشوف انت المناظر دي والحاجات دي كلها تلاقي نفسك انت منهك ليه ومنهمك في ايه؟ عايز تلم الحاجات دي ليه؟ هتنهكك وتتعبك وتوديك في داهية، ويوم ما هتسيبها هتبقى سبب العداوة بين ولادك. طب ما تسيبها بقى يا او ما تسيبها من قلبك، مش تسيبها من ايدك عشان ما تتكفرش الناس. فدي اول حاجة تعملها. فافرض انت ما لقيتش الشيخ اللي هيربيك، فهتلاقي واحد قرين صاحبك، لا هو متربي ولا بيربي لكن هو عايز يبقى كويس. فتروح مختار البني ادم اللي هو عايز يبقى كويس بيحاول، بس تختار اللي حاله اعلى من حالك، ما تختارش اللي حاله ادنى من حالك. لانه قال لك ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسوأ حالا منك. يعني ربما أنت تبقى مسيء، فلما تيجي تصاحب من هو أسوأ منك تقول يا سلام ده أنا كويس، ده أنا الحمد لله، ده أنا بصلي الصلاة كلها في جماعة وهو بيصلي الصلاة كلها بس في بيته. فتطمئن فترضى عن نفسك، وأول علامة الهلاك الرضا عن النفس، تروح في داهية تاني تلاقي نفسك رجعت بداهية تاني بعد ما كنت ماشي بالحلو، رجعت تكهكرت. يسموه انتكس، الاطباء يقول لك ايه، مسكين كان عنده تيفود وبعدين انتكس جات له نكس. ده برضه كان ماشي في الصلاح الى الله وجات له نكس، نكست. سبب النكسه ايه؟ انه هو صاحب واحد اقل منه في الحال والاجتهاد. فقال يا سلام ده ما فيش احلى من كده، ده انا بصوم الاثنين والخميس وهو ما بيصومش الا رمضان بس، ده انا كل يوم بقرا جزء قران وهو ما بيقراش الا ربع بس، احنا كده حلوين قوي يا عم. تقوم تبتدي تهبط جزوه الطاعه. ليه؟ لان انت بقى اطمئنيت ورضيت. وعشان كده بيحذرك يقول لك ربما كنت مسيئا، يعني حالتك سيئه، فاراك الاحسان منك صحبتك الى من هو اسوأ حالا منك. الاحسان هنا مفعول به، خد بالك، وصحبتك هي اللي فاعل، يعني صحبتك هي اللي قريتك الإحسان. فأراك الإحسان ده مفعول به مقدم، منك صحبتك أي صحبتك لمن هو أسوأ حالا منك هي سبب رؤيتك للإحسان منك. فاطمأنيت، فهمت؟ فأوعى. فلما عرفت كده انك انت لازم تصاحب من هو اعلى حالا منك، واذا صاحبت من هو اعلى حالا منك تعمل ايه؟ شوف انت في الدنيا كده، الناس اللي حريصه على الدنيا يعرف يحب يعرف الناس الاكابر، انما يحب يعرف الناس الفقراء؟ اللي عايز جاه ومال ده يحب يعرف الناس الفقراء؟ يقول لك انا عايز اعرف اعضاء مجلس الشعب والشورى والوزراء والكبراء ورجال الاعمال وطبقه الصفوه، صح؟ علشان هم دول اللي هيخلصوا له كل حاجه، هيقدر حتى ما يقعد معاهم يفتحوا مخه ويفتحوا له شغل. انما ما يقعد مع ناس غلابه هنا في قايتباي هيعملوا له ايه؟ هيقلبوا دماغه.
واقصى حاجه هيطلع منهم طبق رز بلبن، لكن هو مش عايز طبق رز بلبن، لو عايز حاجات تانية. فهمت؟ وبالتالي اذا كنت انت من اهل الدنيا فانت بتصاحب الكبراء في اهل الدنيا، اذا انت طالب الاخره تقوم تصاحب اهل الاخره، تقوم تدور مين هم الناس اللي مجتهدين في اعمال الاخره، هم دول اللي تصاحبهم. زي ما انت لو عايز دنيا بتدور على مين اللي مجتهد في اعمال الدنيا تصاحبه. فهمت؟ فاللي مجتهد في اعمال الاخره تجده زاهد في الدنيا، ترك الدنيا. وعلشان كده وجهك للزهد في الدنيا. والزهد خد بالك هي ترك الدنيا من القلب لا من اليد. خد بالك سيدي ابراهيم المرسي ابو العباس، سيدنا المرسي ابو العباس كان احد تلامذته جاي له من قبل المغرب يزوره في الاسكندرية، كان هو مقيم في الاسكندرية واصله مغرب. مديش ده. فكان هو قاعد في الاسكندرية فجاي له واحد يزوره منين؟ من المغرب. فهم كانوا بيمشوا على طريق الساحل لحد ما يوصلوا للاسكندرية. فنزل في احد السواحل في الطريق قرب تونس على شط مية، فقعد كده يوم يستريح من السفر او ايام، فلاحظ ان في راجل كل يوم صياد يجي يصطاد سمكة واحدة وتنه ماشي واخدها ومروح. تاني يوم نفس الحكاية، الراجل يقف يحط السنار تطلع سمكة واحدة يحطها في كيس وتنه مروح. فتالت يوم قال له تعالى هنا، انت ايه حكاية السمكة دي؟ قال له ما هي دي كفايتها. قال له طب يا اخي ما تصطاد اكثر من سمكه. قال له طب واعمل بيهم ايه؟ قال له تاخدها وتبيعها في السوق. قال له وبعدين؟ قال له يبقى معاك فلوس. قال له وبعدين؟ قال له تشتري اللي انت عايزه. قال له ما هو ده اللي انا عايزه. فتعرف عليه فقال له انت منين؟ قال له انا من الحته الفلانيه ورايح الاسكندريه ازور الوالي الكبير ابراهيم المرسي ابو العباس، سمعنا عنه وكلام منه. فقال له طيب لو سمحت ادعي، قول له ادعي لفلان واداله اسمه ان ربنا يخرج الدنيا من قلب ابو سامه كده، الدنيا ماليه قلب. فالراجل بقى ماشي مستعجل، ايه بقى ابو سامه كده اللي الدنيا ماليه قلب؟ وصل الاسكندريه، فين سيدي المرسي ابو العباس اللي هو بقى هيدعي له يخرج الدنيا؟ قال ده تلاقيه عايش في كوخ ولا في حته في بدرون تحت السلم ولا في اي حته. فقعدوا الناس دلوه في الاسكندريه، راح لحته قصر كبير، قصر ده كان عايش في قصر في غنى. وهو داخل كده قال في نفسه بقى هو ده بقى اللي ترك الدنيا، اللي التاني هيدعي للتاني يسيب الدنيا ابو سمكه، وده قاعد في قصر. فبقى مستعجل، فلما دخل على سيدي ابراهيم المرسي ابو العباس قال له ايه؟ قال له تركنا الدنيا فجاءتنا. اما الاخر من غير ما يكلمه، من غير ما يقول له علشان يبين له جلاله قدري، ربنا اراد ان يعرفه خصوصيته. اما الاخر فقلبه معلق بما يتعلق في السناره، فقلبه معلق بالدنيا. اما نحن فطلقناها فجاءت الينا راكعه، لكن احنا مطلقينها من زمان مش عايزينها، قلبنا مش معلق بحاجه. فهمت؟ انما الثاني وهو حاطط السناره قاعد كل امله هتطلع سمكه، وزنها قد ايه؟ يا ترى تبقى كبيره ولا صغيره؟ بقى كل امله دنيا. فهمت؟ فالخلاصه ان الهدف انك انت مش معناها تعيش في كوخ ولا تلبس خيش ولا تعمل الحاجات دي ابدا. الهدف انك انت الدنيا ما تبقاش جوه قلبك. وده معنى الزهد الحقيقي. الزهد انك انت تبقى في الدنيا شغال قدام الناس لكن ما تسويش حاجه في قلبك. طب وتعرف ازاي ان الدنيا خارجه من قلبك؟ تلقي على نفسك عدة أسئلة وشوف إجابتها إيه بصراحة. هل أنت عايز أكتر من اللي معاك؟ لو كانت الإجابة أيوه تبقى لسه الدنيا شغلات. هل أنت عندك أمل تعمل أكتر من اللي أنت بتعمله؟ لو الإجابة آه تبقى لسه عايز. هل تزعل لو اللي أنت فيه ده اتاخد منك؟ لو الإجابة آه تبقى لسه الدنيا في قلبك. فهمت؟ لازم تسأل نفسك أسئلة كده وإلا تبقى الدنيا موجودة، لأن اللي الدنيا مش موجودة عنده هو طالما مع الله يبقى معاه كل حاجة.
ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، هو ده حال العارف. زي ما شبهتها لك تشبيه بسيط، الطفل الرضيع لما يبقى قاعد في السوق كده يرفص ويعيط ويصرخ، اول ما امه تاخده في حضنها خلاص يسكت ويهدأ ويطمئن، الدنيا كلها ما عاد خلاص ما يهموش بقى امه قعدته في كوخ او قعدته في قصر، هو طالما في حضن امه هو مبسوط. كذلك العارف طالما هو مع الله هو مبسوط، قعده في كوخ راضي، قعده في قصر راضي، وانت مالك يا قصر؟ فهمت؟ ادي المعنى. فبيقول لك خروج الدنيا محبتها من القلب مع وجود برودة هذا فيها، لان لو الدنيا خرجت من القلب والقلب لسه متشوث مارد ايده كده يعني متطلع ليها يبقى لسه ما خرجتش، زي الراجل بتاع السمك. فهم؟ الراجل بتاع السمك ما حبش حاجة من الدنيا لكن متطلع، زي ما قال سيدي ايه الجنيد، وكان عنده بقى ايه مريدين كتير قاعدين كده في مكان منقطع يعبدوا الله، فواحد من تجار العراق جاب له صرة فيها فلوس، قال له خد الفلوس دي استعين بها على طعامك وطعام مريديك. قال له هل عندك غيرها؟ قال له عندي كتير. قال له عايز تاني؟ قال له اه. قال له اذا خذها فانت اكثر اليها مني، احنا ما عندناش ومش عايزين، لكن انت عندك وعايز، تبقى انت اللي لسه عايز، يبقى انت خذها. شفت المعنى؟ بالعربي الزهد يعني يستوي عندك الذهب والتراب. انت عندك الذهب والتراب واحد، يبقى لسه الدنيا في قلبك. شفت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته الربيع بنت معوذ، صحابيه طفله ابوها كان عنده بستان، فكان اول ما يطلع طالع البستان بتاعه اللي هي البداري اللي هي اول ما الثمر يطرح البشاير يسموها، واخد بالك ازاي؟ فايه يوديها لسيدنا رسول الله يذوقها عشان تحصل البركه، يقوم الثمر يعني ايه يتبارك. فادها طبق كده في شويه تمر وقسايه وحته مش عارف خصايه حاجات بسيطه كده من الغيط بتاعه. فراحت السيده الربيع بنت معوذ كانت طفله بقى صغير، ماشي ادته لسيدنا رسول الله الطبق. فسيدنا رسول الله عمل ايه؟ راح فرغ الطبق وكان قدامه ايه مش غنائم اظن خراج البحرين، قدامه خراج البحرين قدامه ذهب، فعمل ايه؟ حط التمر وراح حط كبش الذهب في الطبق واداهولها وتنها ماشي. شفت سيدك رسول الله؟ التمر والذهب حاجه واحده، هو ده الزهد بقى. حد يجيب لك طبق تمر تحط له طبق ذهب، فهمت ازاي؟ تبقى زاهد. هذه حال النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له جبال مكه تبقى في ايدك ذهب وفي ايد غيرك تراب، قال لا كما خلقها الله، انا عايزها كما خلقها الله، لانه استوى عنده الذهب والتراب صلى الله عليه وسلم، وهو اكمل الزاهدين صلى الله عليه وسلم. واكدت زهده فيها ضرورته، ان الضروره لا تعد على العصم. لما اتعرض عليه الامر ده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيربط الحجر على بطنه من جوه، مش اتعرض عليه الامر ده والثلاجه مليانه خيرات، لا ده كان يخش بيوته التسع يدور على طعام لا يجد فينوي الصيام، ولو قال يا رب يطعمه من الجنه ما يقولهاش صلى الله عليه وسلم لكمال رضا بالله. شفت كمال النبي وحال زهده؟ فهي دي علامه الزهد، ان يستوي التراب والذهب والفضة والحجر. الفضة عندك هي زي الحجر تفرقش، يبقى في زهد في المال يستوي التراب بالذهب، وفي زهد في الجاه. احنا قلنا كل حرص الناس على مال وجاه ونساء مش كده، والجاه بقى يستوي عنده المناصب الرفيعة وعدم المنصب، يستوي عنده الشهرة والخمول. القمول اللي هو ضد الشهر، يعني يستوي عنده انه يبقى مشهور والناس كلها تبقى عارفاه ويجي كل يوم في التلفزيون، ويستوي عنده انه يبقى محدش يعرف عنه حاجه، شغال كالناس في حته حاره ضيقه في حي صغير ما تفرقش، دي زي دي عنده. يبقى ده زهد، ده في الجاه. الاولاني زهد في المال،
والثاني زهد في الجاه. شوف انت رسول الله لما عرض عليه ان يكون ملكا نبيا او عبدا نبيا فزهد في الجاه واختار ان يكون عبدا نبيا، فلما تواضع صار نبي الانبياء، لان من تواضع اليه رفض، فصار نبي على الانبياء اللي كانوا ملوك زي سيدنا سليمان، مش كان نبيا ملكا؟ سيدنا داود كان نبيا ملكا. مقام النبي فين ومقام دول فين؟ ده ولا السماء والارض وكلهم مقام عالي، بس تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ليه؟ جاء من التواضع في الجاه، لما تواضع رفع. فهمت؟ والحاجة الثانية علشان تتواضع في الجاه ان يستوي عندك الذم والمدح، ان الناس تذمك تمدحك ما تفرقش. وتعرف منين انها ما تفرقش؟ ان برك اليهم لا ينقطع بذمهم، وبرك لهم لا يزداد بمدحهم. تعرف على طول انك انت بقيت تمام، يبقى الناس ما لهمش وزن عندك خلاص. يبقى بيشتمك وانت بتطبطب عليه وبتضحك له وبتدي له فلوس، والتاني قاعد بيقول قصائد شعر فيك قد كده وانت ما تفرقش معاه، طالما مش محتاج الفلوس دي مش هديها له، ادي للمحتاج فيها. فهمت؟ يعني ما تتهزش بالمدح ولا تنقبض بالذم. دي علامات الاولياء، عشان كده تلاقي الاولياء قليلين، الاولياء قليلين، تجد في وسط الملايين يمكن ولي واحد، لانها علامات صعبه، علامات صعبه جدا التحقق بيها. كان سيدنا رسول الله كده صلى الله عليه وسلم، ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي من ذم الذامين، لا يبالي صلى الله عليه وسلم. وكان اذا مدح صلى الله عليه وسلم يبتسم، لا لحال نفسه ولكن لان مدحه يوصل الى الله، فكان يطرح للمادح لوصوله الى الله لا لمدحه لشهوه نفسه صلى الله عليه وسلم، لان مدح النبي يوصل الى الله. فلما راى ان مدحه يوصل الى الله فرح بمدحه صلى الله عليه وسلم، لا لشهوه نفسه. النبي كان بعيد عن هذه المسائل، فهمت المسائل؟ فكان حسان بن ثابت يقعد يمدح النبي والنبي يبتسم، يبتسم لا لفرحه بالمديح والثناء عليه، ولكن لفرحه بوصول سيدنا حسان للمقام العالي بهذا المدح. لان اللي يمدح الحبيب المحبوب سيدنا رسول الله ربنا يحبه، اذا كنت بتحب تمدح محبوب الله اذا ربك يحبك على طول. وفي بقى ايه مدح تاني، في زهد تاني بقى خالص، انك انت تزهد حتى في المقامات، في المقامات الموصلة الى الله. يعني ما تفرقش يحصل لك الكرامة ما تحصلش الكرامة، انت ماشي على الله على ما يريد. ما تفرقش انك تشوف سيدنا رسول الله في الرؤية او ما تشوفوش، انت ماشي مع الله، اللي قسمه لك انت اللي راضي فيه. مش يقول انا ايه، انا هقعد انا اتعبد كده شهر عشان اشوف النبي في الرؤية، ما تشوفوش بعد شهر وتروح تارك العبادة، تبقى راجل اوانطادي، ده بتختبى. حصل لي طول الليل النهاردة علشان وادعي ربنا ان انا اما نام اشوف سيدنا محمد، تروح نايم ربنا ايه خير الماكرين ما يجيبها له في المنام، وتبص تلاقي اللي نايم طول الليل يشخر وما صلاش العشاء يشوفه في الرؤية، واحد صاحبي حط لي الرؤية قعد طول الليل يصلي ويعمل ويبتهل ويصلي على النبي ويعمل، هيموت يشوف الرسول بالرؤية. واخد تاني بيشتغل عامل في مصنع، جاي طبعا من المصنع هلكان نايم يشخر طول الليل، حتى نام بعد المغرب ما لحقش يصلي العشاء من التعب، ويقوموا الفجر يترخص كده وبتاع، وبعدين قاموا بعد الفجر بساعة قال له أنا شفت الرسول في الرؤية، والتاني سهران طول الليل ما شافش حاجة، حاجة تغيظ. علشان تعرف بس إن الحكاية محض فضل من الله، مش بالسعي أبدا، ده محض فضل من الله. ففي ناس تزهد، تزهد حتى في المقامات دي، يعني بيعبد ربه مش علشان مصلحة معينة. يعني انت عايز بقى تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا علشان شهوه نفسك، ما هو الرسول برضه كلنا بنحبه طبعا، لكن انت لو عايز تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا مش علشان شهوه نفسك، لا علشان يرتقي ايمانك،
ليكمل وصولك إلى الله، لا ليحصل لك الخصوصية ولكن ليحصل لك الوصل بالله، يبقى ما فيش مانع. إنما لو أنت عايز عشان الخصوصية، عشان لما تقعدوا كده مع بعض إيه كل واحد يقول أنت شفت الرسول في الرؤية، تقول آه أنا شفت، ومتى تتنفخ كده. الثاني يقول لك أنا والله أنا شفته كده مديني ظهره وماشي، تقول لا أنا شفته بقى وسلمت عليه بقى والحمد لله وشربت بقية الكوباية اللي كان بيشربها. يا ابني المسألة مش كده، يا ابني المسألة مش كده خالص، المسألة أكبر من كده خالص. عارف العيل الصغير اللي اتسكته بمصاصة؟ لا هي دي المصاصة. أنت بتعبد ربك عشان مصاصة، تبقى نوديك كي جي وان ونلبسك بربطوط في حضانة المؤمنين، لكن أنت راجل عايز تخش جامعة العارفين، دي مسألة ثانية بقى. فهمت المسألة؟ ففي زهد في المقامات. يعني ممكن الواحد يزهد من الدنيا فيستوي عنده المال والتراب والذهب، ويزهد في الجاه ويستوي عنده المدح والذم والخمول والشهر، لكن زهد من ده كله علشان عايز تحصل له المقامات، يبقى أراد الخصوصية برضه. فر من الأكوان إلى الأكوان كحمار الرحل. فهمت؟ فلازم ياخد باله ويفوق. أنت بتحفظ القرآن ليه أو انتجه؟ علشان تأم الناس ويقدموك وتقرا في المياتم والليله بالشيخ الفلاني ويقولوا ايوه يا عم الشيخ، ولا بتحفظ القران لتصل الى الله؟ انت بتحفظه ليه؟ اذا كنت بتحفظه عشان الحاجات دي يبقى ما تحفظوش احد، خليك بس حافظ الفاتحه وكفايه عليك، لانك كده بترهق نفسك بلا داعي مسكين. لكن لو بتحفظه لله حاجه جميله. وعشان كده اللي يحفظ القران وصوته وحش بيوصل عن اللي يحفظ القرآن وصوته حلو، لأن حلاوة الصوت حجاب، هتعمل له شهر، يجي يصلي تبص تلاقي الجامع اتملى، والإذاعة والتلفزيون ومعاد وبكرة وتعالى والنادي الفلاني والحتة العلانية، صدره بقى يتنفس، بقى راجل كبير بقى، يقوم يصبح الله أكبر وكل همه يعجب المستمعين. مش يرضي رب العالمين، خد بالك. يبقى قارئ قرآن ومسكين محبوب، ويبقى الرجل الثاني الغلبان اللي واقف وراه مش حافظ جزء عنه، وبيصلي كده عنده خضوع وشفقة، وما يهموش الشهرة ولا عنده مواعيد في الإذاعة ولا في التلفزيون، ويقول يا رب يمكن ربنا يقبل صلاة العالم دي كلها عشان الرجل الغلبان ده اللي قاعد، إنما العالم دي كلها وأنت بيت. فهمت المسألة؟ فهو ربك سبحانه وتعالى عايزك تذهب إليه من باب الذل والخضوع، مش من باب الخصوص. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. أنت بتزكي نفسك؟ ده ربنا هو اللي بيزكي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعشان كده قال لك إيه؟ ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راغب. يقف يصلي يقول لك إحنا بنصلي التهجد بأربع أجزاء كتخيب، قلبك مليان كتك خير، كثر عمل وقلب غير ذاك، تروح في ده. الثاني بيصلي بالفتحه وكل الله احد وينام يشخر، لكن زاهد في الدنيا، الركعتين بتوعه دول واصلين يا عم. والتانيين بيضربوا افاك، الاربع اجزاء اللي انت فرحان بيهم يا عم على افاك، لان قلبك غير ذاك. فهمت؟ ما قل عمل برز من قلب زاهد، سبحان الله بتاعته بس دي يا تهد جبال من اللي قلبه زاهد. انما تاني يقول لك 10,000 وقلبه بيعض على الدنيا، ماسك عظمة الدنيا كده زي الكلب، ويقعد يبسبس والسبحة تبارد في ايده ولا حاجة، والتاني ما عندوش سبحة اصلا، يقول الحمد لله كده مرة واحدة ويروح نايم، تلاقي الحمد لله بتاعته دي جبال عند الله في السواد، والتاني قاعد كل الليل يبسبس بس العظمه في قلبه معضوده في الدنيا، كلب هبشه.
مخليه كل اللي بيقوله طول الليل ده مسكين ماليش معه، ولا كثر عمل برز من قلب راغب في غير الله يعني. فخد بالك لان ده سوس بينخر. سيدنا علي بيقول ايه كرم الله وجهك، كونوا لقبول العمل اشد منكم اهتماما للعمل، فانه لم يقل عمل مع التقوى، وكيف يقل عمل يتقبل؟ ده لو ربك بس قبل منك ركعتين فيها سعادة الدنيا والآخرة. طيب كم واحد قال الفقيه يسأل يا عم الشيخ أنا صليت وبعدين وأنا بصلي كحيت فطلع بلغم فأنا بلعته، صلاتي صحيحة ولا أعمل إيه؟ يا عم الشيخ أنا كنت بصلي لقيت رزاية جوه درسي فحركتها بلساني فرحت بلعها وأنا بقرأ الفتح، يبقى صلاتي حكمها يا عم الشيخ أعدها ولا صحيح؟ يا عم الشيخ أنا كنت بصلي وقريت الفتحة ونسيت أقرأ السورة، يبقى صلاتي ضيعة ولا مش عارف؟ هو عايز يشوف صلاته ضيعة ولا، لكن ما سألش يا عم الشيخ إزاي صلاتي تبقى مقبولة. فهمت؟ فزي ما تهتم إن صلاتك تبقى صحيحة اهتم إن صلاتك تبقى مقبولة. هل رحت سألت عم الشيخ ما هي شروط قبول الصلاة زي ما عرفت أركان الصلاة وسننها وهيئتها وشروطها؟ هل سألته؟ همك بس الرسوم علشان تبقى ايه عارف المحامي اللي يقول لك الإجراءات لازم تبقى ايه مظبوط، والحكم بقى بعدين مش مهم، الحكم بعد المداولة، لكن المهم الإجراءات تبقى مظبوط والأوراق تبقى مترتبة صح والتواريخ متظبطة. محامي لا ربك ما بيعملكش كده. فزي ما تهتم ان الرسوم تبقى مظبوطة يعني الصلاة صحيحة من حيث الشكل والمضمون، تهتم كيف تقبل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما اتقبل في الحديث القدسي الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. عليك تسأل ازاي اتواضع لعظمة الله، لان لو فيك ذرة كبر والصلاة صحيحة فقها تكون غير مقبولة حقيقة، لان مفيش تواضع. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. يبقى أول شرط إنك تتواضع لعظمة الله، ما يكونش عندك عظمة أبدا أبدا. أذلة على المؤمنين تبقى ذليل كده على المؤمنين، مش قاعد تتقالط على خلق الله، تبقى ذليل على المؤمنين. يعني بالعربي ما عندكش كرامة مع المؤمنين، مش تقول كرامتي. إيه كرامتي يعني؟ كرامتك تبقى متكبر. وفين كرامة النبي لما قالوا عليه مذمم صلى الله عليه وسلم ولم يدعو عليه؟ وفين كرامة النبي لما وضعوا على ظهره سلى الجذور وهو ساجد في الكعبة وسكت صلى الله عليه وسلم لكمال تواضعه؟ وانت يا دوب جارك قفل عليك محبس المية رحت بلغت عليه الشرطة ما استحملتش، لان انت عامل. طب انا حوريه ازاي يعمل كده فيا، هو احنا هو كل الطور اللي يتاكل لحمه؟ مش ده اللي بيحصل. انا اللي يرشني بالميه ارشه بالدم، انت ما تعرفش انا عيله مين؟ معلش لما اخذ اطز تزعلش، لان كلكم لادم وكلكم من تراب، حكايه بسيطه قوي. وشوف انت تواضع النبي احواله ايه، وتواضع للفقراء للكفار، وانا بقولك اتواضع للمؤمنين وعصاة المسلمين، ما بقولكش تواضع للكفار، ده الرسول لا تواضع حتى مع الكفار. طب شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كده بيقول ايه، قل يا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. شوف التواضع، احنا اللي اجرمنا، احنا مش هنسأل، انتوا مش هتسألوا على اجرامنا، واحنا مش هنسأل عن ايه. كان ممكن يقول اجرامكم زي ما قال سيدنا نوح، سيدنا نوح قال لهم بالكده بالند للند، لكن سيدنا رسول لك اكمل تواضعا. فسيدنا رسول الله قال لهم ايه، سيدنا نوح قال لهم لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تجرمون، يعني يا مجرمين صح، اذا كنا احنا مجرمين فانتوا مش هتسالوا عن اجرامنا، وانتم واحنا مش هنسال عن اجرامكم، يعني يا مجرمين. لكن شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال قل لا تسالون عما اجرمنا
ولا نسأل عما تعملون. شوف كمال التواضع يا خبر أبيض. ده الواحد بيدوب وهو بيسمع الآية لتواضع النبي. سورة سبع قريتها انت كتير، خدت بالك من تواضع النبي فيها في الجمال الحلوة دي؟ لما تقارن، أصل انت لما تجيب كلام الأنبياء السابقين وكلام نبيك تعرف الميزان.